تليفون شبه غير سيدي بالله عليا. طلقني تبون طلقني طلقني. اصبر شو قاعد اصبر وفا راكي معنا هنا راكي. السلام عليكم مرحبا بكم خوتي، صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. ننصحكم باش تتابعوا معنا الفيديو حتى ما تغلطوش، غادي تشبعوا بالضحك على جوارينا اللي هوك. غادي نشوفوا اليوم تصريحات تاع الناس اللي هوك، يعني اللي نهار هما مقابلين الجزائر، ما كانوش ينتظروا باش الجزائر تخرج بهذا القرار، صدمناهم للمرة الثالثة، المرة الأولى قطعنا معهم العلاقات، المرة الثانية قطعنا لهم الغاز، والمرة الثالثة فرضنا عليهم التأشيرة، وإن شاء الله نزيدوا نشوفوا قرار بقطع الكهرباء، وإن شاء الله نزيدوا نشوفوا قرار آخر بطرد المراركة من الجزائر، كامل المراركة، بغى اللي عنده الجنسية، بغى اللي ما عندهش خوتنا، ولازم الدولة تاعنا تفتح دقيق، كامل المراركة اللي عندهم جنسية جزائرية، لازم يحقوا معاهم كيفاش داوها مزورة ولا ماشي مزورة. المهم غادي تشوفوا الرد من عند الجزائريين على الناس اللي هوك، ما تغلطوش خوتنا، طلعونا الفيديو كثروا لنا من لي لايك وتعليقات، اللي ما راش مشترك يشترك ويفعل زر الجرس. قبل ما نبداو كيما العاده بلا ما نوصيكم، اللي ما راهش مشترك يشترك ويفعل زر الجرس وكثروا لنا من لي لايك وتعليقات باش يطلع الفيديو، ما تخلوش يطيحوه الناس اللي هو. تابعوا معنا بسم الله. طنطن تبون فيزا سيل فو بلاي، فيزا سيل فو بلاي، طنطن تبون ماروك او نو. المهم بالليغو اللي نهار هو الجزائر، اسمعوا اليوم واش راه يقول بعد ما الجزائر فرضت التاشيره على الناس اللي هو. تابعوا معنا. فيزا سيل فو بلاي، طنطن تبون ماروك الكتريسيتي نو. فيزا سيل فو بلاي، طنطن تبون غاز ماروك نو. فيزا سيل فو بلاي. المهم هذا العياشي خرج بهذا الفيديو غير باش يغور العياشه ويصبر روحها شويه ويصبرهم معاه، هذا ما كان خوتنا، يعني المراركه اللي كانوا يخدموا في الجزائر ويدخلوا للجزائر ما غاديش يولوا يدخلوا ابدا، لازم الفيزا، لذلك هذا العياشي راه باغي يصبرهم شويه، هذا ما كان. زيدوا تبعوا. طنطن تبون ترافاي نو. فيزا سيل فو بلاي، طنطن تبون فيزا سيل فو بلاي، فيزا سيل فو بلاي. طارت ليام تا ولا تبون يدير علينا الفيزا. تبون هذا اللي راك تهضر عليه ومازالكم تشاركوا في فمكم من جهته، فرض عليكم اليوم الفيزا، هذه القرار الاول اللي خرجه، مازال يزيد يقطع عليكم الضوء ومازال يطرد لكم حبابكم اللي راهم عندنا، يطردهم يردهم لزريبتكم باش نتخلصوا منكم نهائيا، باش نتهنوا منكم، ما نزيدوش كاع من نسمعوا بكم، غير نشوفوكم من بعيد ونضحكوا هذا مكان. المهم راكم تشوفوا العياشي كيفاش راه يغر في العياشه ويحاول يصبر فيهم، لانه هو عايش يعني اصلا ما يدخلش للجزائر، تاع المراركه اللي كانوا يدخلوا للجزائر باش يخدموا وياكلوا العائله تاعهم في المرو، صاي ما يولوش يدخلوا، لازمهم الفيزا، عايش على بالي بلا راه هنا مسكين، لي لايك وتابعوا معنا، شوفوا الرد من عند الجزائريين على هذا عيني جرانا وغيره. تبرتني هذا غادي يولي يوم وطني. يوم داخل في الدستور يوم وطني هذا. صراحة حمار عليكم السلام. على بالك علاش راني فرحان. قولي شوف. المهم بعد ما خرج هذا القرار الجزائريين خلطوها من التالي، لأن هذا القرار اللي خرج به الجزائر وخرج به الرئيس تاعنا ماشي قرار وحده، قرار الشعب الجزائري، لأن السيادة للشعب. زيدوا تبعوا. خاطش هاد الصوالح حنا هضرنا عليهم، حنا عينا عليهم، ضيعنا وقت. علي فوق ولا غير 3 سنين. عينا عليهم، عينا. 3 سنين. ماكا والله مين يجتمع تبون مجلس الامن، مجلس الاعلى الامن يقولوا هاك يدير هاي وهاي شا غادي يقود خلاص عارف اللي قال قرار مفوت من جهتهم شا كاين تهني شا باقي ما يزيدش في اللعب هذا تبون. المهم راكم تشوفوا الجزائريين راهم خالطينها وقال لك باللي جوارينا اللي هوك راهم ينتظروا غير الاجتماعات تاع رئيسنا في مجلس الامن، يعني بالامس اجتمع خرج القرار هذا تاع فرض التاشيره، المره الجايه العياشي كي تشوفها اجتمع غير روح دبر على الشمع ولا دبر على الحطب من التالي، لان الكهرباء غادي يقطع والمره اللي موراها غادي ينزفطوا لك حبابك لزريتك، هذه هي. المهم خوتنا طلعونا الفيديو خلوه يوصل العياشه باش يشوفوا رد عليهم الجزائريين، باش يشوفوا باللي رانا جد سعداء كي غادي نتهنوا منهم. زيدوا تبعوا. تبون شباغي سيدي بالله عليا. طلقني تبون طلقني. اصبر شو قاعد اصبر وفا راكي معنا هنا راكي معنا هضري شو وي 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 على بالكم بالاي هشام هولاكو هذاك وفا ما يسمع هذه مين ينوض يتشوك هاي تشوفها السلام عليكم تلقد تنوض يفرضوا عليك تاشيره قيل هز قيل قيل تقعد نايض عياش نايض الا تقعد فاطن ميكش تلقد كاع ما يش تلقد غير حلهم قلت زلاميت هنا وقلت زلاميت هنا غير حلهم تلقد يفضلوا عليك فيزا نورمال
لا غير رك دانو دات رقد يدير لا سياست مسكين كما انا لا اي شيء مسكين قال لك رقد نار لقى باللي الجزائر فرضت عليهم تاشيره غدوه يعاود يركض وينوض قال الجزائر قطعت عليه الكهرباء اي وهي رايحه عياشي لازم تكون حل عيني باش تكون واجد هاولك طعني عليك الضوء تروح تدبر على روحك هاولك قطعوا عليك الضوء صباح ظلمه ولا كيفاه راني نقول لك زيدوا تبعوا خوتنا انا ننصحهم شي يضبوا حساباتهم الى يبقاش باش يضرب حسابه بلي ما يتكلش على هذيك الخدمه بالك يكون خدام جزائري اونغاجي راح يخطب مسكين في المغرب يحسب روحه كاع راك فاهم يحسب روحه حبيبي الله يرحمك يبدا ترحيل جميع مواطن مغربي ما عندوش هنا في الجزائر يعاود يروح للمروك يدير فيزا ويولي ممنوع من عن باتا اي مواطن مغربي في الجزائر راح يبدا ترحيل المغاربه باسكو حيت هما مقيمين من جميع مروكي هنا بكري كانوا مقيمين كاين مقيمين شرعيين كنت 3 شهور يدخل يروح لتونس ولا يروح وين يحب يعاودي يولي يدي بطاقه تاع مملوكة ما كانش منها تجيب فيزا وتجي باسبورك لازم يكون مكاشي به الجمهوريه الجزائريه التاشيره عباكم انا راني نخمم في المراركه اللي كانوا يخدموا هنا وخلوا دراهمهم ولا خلوا صوالحهم وروحوا لتونس ولا روحوا لبلادهم ودايرين باللي غادي يعاودوا يولوا خدعتهم الجزائر راك فاهم يعني باش يولي لازم لها الفيزا والفيزا ما غاديش يديها يعني يطيح وينوض ويدير اللي يديرها وما يديهاش الجزائر ما غاديش تقبل له يعني هذا المروكي كي يجي داخل غادي يوقفوه عندك فيزا ما عندكش السلام عليكم يطير يولي عنده جناح وما يعطوش الفيزا لان فيها شروط وقوانين وكامل عياشي على غالب ما عندنا ما نديرو لك انا ما قلتلكش راه واخدم في بلادي زيدوا تبعوا خوتنا السلام عليكم ايوا التاشيره تاعنا فيها خريطه كبيره تقداش التاشيره عرفتي بغيت نشارك معاكم هذه الفرحه مبروك عليكم الفيزا اللي درتو علينا احنا المغاربه مبروك عليكم ما دارتو مبروك عليكم والله يخلي لكم عمي تبون الله يخلي لكم عمي تبون العهده الجديده بارك الله فيك مدام صحيتي مدام بارك الله فيك لازم نكون خدام باش تجيب تاسمع لازم يكون عندك ليفيش دو بان ربي خوتي بقات توسوسو دعات لنا ربي يا سيدي مسكينه ونزلت ما لازم تكون عندك ليفيش دو بان اسمع الدوسي في ليفيش دو بان لازم تكون خدام باش تجي للجزائر لكم موظف ليفيش دو بان تعمر الكونت موظف بس على بس والله ماشي كيما عندنا خوتي والله حنا عندنا 2 مليون 700 ميل فونكسيونير وما عندنا 700000 على بالكم موظف قليل يكون في مادي على بالك تما موظف من يخطب يعطوه حاجه كبيره موظف ولا ريجيس كوميرس المروكي اصلا كان يجي لبلاده باش يخدم يعني اصلا هارب من الجوع والفقر والميزيريه في بلاده وجا لبلاد العز الجزائر باش يخدم دركا غادي كي يبغي يدخل ما عنده لا خدمه لا دراهم لا والو يعني ما كاش الفيزا عياشي الغالب زيدوا تبعوا خوتنا عادي هذا جيس كوميرس مش ريجيس كوميرس ما حنا كون يكون غونفلي كون غونفلي واش بيه يقد غونفلي غونفلي ولا السي طارق هذا اللي يقول لك انا مقودي عليا اللي قيسل لك ايباز جو ويلي 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 عندك دافي ريمي عندك دافي ريمي طارق عندك دافي ريمي عندي خدمه عندي خدمه تحسبها لي برجم ولا مراكش حتحسب لهم باش تبعث لهم الدرجه ساعد انا رجلي انا رجلي يقولوا انا سانتيك انا رجلي الله يتهلا انت راسك انت الله يعافيك اسمع شوف الطابور في القنصليه الجزائريه في المغرب يديروا لي الطابور والله الا دادوا لي الطوابير ونصوروه لازم نصوروه الطابور هذاك والله الا دادوا علم غادي يديروا علم والروفي وليدي الحال الروفي عفاك هما دوسهم كاع فاسدين شو انت ياك هما راه ما بالك يطلبوا عليهم في الكارطه كارت شريف كارت شريف لازم يكون من الشرفه باش لا شرفه بعد هذاك شريف هذاك بعد هذاك اوفيسيال ما يديش هذاك 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 ديجا قاعد تبكر قال لك قاعد تبكر غادي نحبسك الخدمه قال له تبكر راك محبس ما تبكرش راك محبس هذاك قاعد حابس حابس تعبني غير ما تدفعش يقول عياشي طول حياته هو مقابلنا الجزائر يديروا طوابير الجزائر يديروا طوابير اليوم هما غادي يولوا يديروا طوابير بعد ما خرج هذا القرار يعني هما غادي يروحوا للقنصليه تاعنا اللي جايه عندهم في المغرب يديروا طوابير باش يضمنوا الفيزا والريفيزي غادي تكون بقوه يعني كامل المراركه اللي غادي يقدموا طلب غادي يرفضوهم بالتالي ما كاش اللي غادي يولي يدخل بلادنا والمراركه اللي راهم هنا راهم خدامين ما عندهاش الكواعط وما عندهاش الجنسيه برا عليا وانا نتمنى الدوله تفتح تحقيق في هادو الناس المراركه اللي راهم عندنا ودايين الجنسيه كيفاش ديها زيد تبع خوتنا انا تسمعوني انا تسمعوني من روكي دوك هكا كنت جيت انا من روكي زعما وفرضوا عليا الجزائر او داي فرضوا عليك تاشيره على بالك مهدي مقوده وحنا رانا نسلكوا بك شويه انا نحكي على بنت الماسيال دوك اللي يعرفوا باللي الجزائر مهدي او دا يفضلوا عليك تاشيره اي ماجيني مهدي اي الجزائر هذه ما عندها صناعه ما عندها طوابير ويفضلوا عليك تاشيره يا كادر يا كادر ايماجيني انت من روكي مهدي وراك تفرج في اللايف تاعنا دوكا وشنو هو احساسك؟ ونطلع ونسقسيهم احساسهم والله الا والله والله
يا مغاربة اللي حبوا يطلعوا بلاصة بولا يطلعوا مرحبا تفضل المملكة المغربية الشريفة إحساسك قيصر نيكلو مغربي مرحبا بك مرحبا بك عندنا بدون تأشيرة في اللايف تاع طارق اليوم راه بدون تأشيرة قل بروفيتي بروموسيو تاع اليوم حنا كان فات فينا حلينا قدام يصدر القرار هذا ما راهوش في مراكش مراكش هذا هذا ماشي هذا هنا المملكة المغربية الشريفة مرحبا بك في لايف بدون تأشيرة سيدي والله الا ديروا التاشيره حتى اللايف ديالكم راه لان بان لنا التاشيره اللي درتوه للبلاد فيه بصحه المملكه المغربيه بزاف كما اذا تبون يخمم في المصلحه تاع المغربي محمد السادس تبون كندعيو ديما كندعيو له بارك الله فيك تبون يخمم في مصلحه المغربي محمد السادس يقول تبون يخمم اكثر من محمد السادس ومحمد السادس ما خممش في هذه الهضره ما فرضش التاشيره هذا مغربي شجاع شجاع هذا طارق هذا عطيه التاشيره شطارق غادي نديكم انا ثاني عود ارواح خو عود ارواح العزيز عود ارواح هذا نيش في ثاني عود ارواح انا تبع السياسه تاع بلادي هما دايرين المهم كيما شفتوا واش راهم دايرين خاوتنا الجزائريين الجوارينا اللي هوك اللي كانوا نهارهم مع سينا الجزائر الجزائر ها رانا فرضنا عليكم التاشيره ما بقات لا الجزائر لا حتى حاجه كنت تدخل عندي المروكي لبلادي كنت تاكل وتشرب وتخدم وتولي لبلادك وتولي تسد اليوم ما عندك وين تدخل يعني ما تدخل ما تخدم ما تدي دراهم متالي يعني اقعد طلع في بلادك والفيزا دومونديها اليوم يرفضوك اليوم متالي يعني ما غاديش يستنوك حتى الغدوه نتوما بغيتو كيما نهار وانتوما كنتو باغيين نتوما اللي تفرضوا علينا تاشيره زريبه تفرض على قرارات تاشيره اصلا حنا ما نجوش عندكم متالي بغيتو تفرضوها ما تفرضوهاش الله يسهل ميسي تاعكم يظل يطلب في السماح من رئيسنا تنبون يعني نهار هو يلحلح باش نفتحوا الحدود وكامل ها زدنا كوبينا تاشيره يعني فرضنا عليكم تاشيره ما كان لا حدود تنحل ما كان لا علاقه ترجع يعني زدنا فرض عليكم الفيزا هي صاي ان شاء الله المراكه اللي راهم عندنا كامل يخرجوا من بلادنا اللي كانوا خدامين وحتى اللي داو الجنسيه الجزائريه ان شاء الله كامل هادو راحتهم من بلادنا ما عندنا ما نديروا بهم ولازم الدوله تفتح تحقيق في هذوك المراكه اللي عندهم جنسيه جزائريه لان شفنا من قبل في ولايه سيدي بلعباس حكموا مراكه مزورين لهم الجنسيه الجزائريه نتمنوا من الدوله تاعنا تفتح تحقيق ورانا باغيين قرار كيما هذا القرار بقطع الكهرباء وايضا قرار بطرد المراكه كامل من الجزائر من بلاد الشهداء لان بلاد الشهداء ما يعيشوش فيها اللي يبوسوا يركعوا ويقولوا عاش المهم شكون الكامل الناس اللي تبعوا معنا الفيديو حتى ربي يحفظكم عطونا رايكم في التعليقات على واش دارت الجزائر القرار هذا كتبوا لنا رايكم في التعليقات تهلوا لنا في جوارينا اللي هو لي لايك كثروا لنا من لي لايك والبارطاج كثروا لنا التعليقات باش يطلع الفيديو اللي ماش مشترك يشترك فعل زر الجرس ان شاء الله نتلاقاو في حلقه جديده سلام